الخطيئة التي وردت في بيان نائب الرئيس اللي أصدر بيان وأتى في بيان حقيقة يعني وجه من المؤسف أنه وجه للشعب الحبيب، وأنا أعتقد أنه يتضمن إهانة وعدم مخاطبة العقول. وتذرع نائب الرئيس بأنه كيف لا تعقد الجلسة، كيف أعقد الجلسة وهناك نص في القانون، وأتعمد أن أقول القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية اللي تتعلق في غياب الرئيس وتفويض نائب الرئيس، وجعل هذا النص يمنع انعقاد الجلسة. إذن احنا امام نائب رئيس لم يحدد موقفه بشكل واضح وصريح، فالقرار اللي اخذ الرئيس بتأجيل الجلسة مكتملة النصاب من وجهة نظري، ها انا اقرر رأيي صراحة، انه قرار لا قيمة له من الناحية القانونية باعتباره يصطدم مع الدستور، لان رفعه لم يكن لتقديرات سياسية بل كان رفعها بان الدستور يمنع ذلك. إذن لا قيمة لهذا العمل، تستمر الجلسة. ونائب الرئيس اللي اتى بهذه الفكرة والله ما كنت اتوقع، يعني أنا مش هتناولها أبداً من جانب علمي بل من جانب هزلي. نائب الرئيس اللي أتى بهذه الفكرة ما توقعت أنه أحد يرددها، لكن للأسف أنها تليت، وتلي هذا البيان بشكل غير مباشر في فعالية أتت تحت الدستور أو الدفاع عن الدستور، وتلي هذا البيان بشكل غير مباشر، وكأن الأمر فعلاً سليم من ناحية قانونية، ولا يملك نائب الرئيس أن يعقد الجلسة. هذا الأمر خطر، لأن نائب الرئيس في حجته التي يذكرها وهو يستند إلى نص في مادة من قانون اللائحة الداخلية، أن أنت، أنا برد بذات الحجة، الجانب العلمي أنا عمل دراسة فيه وحرص للرئيس، أما نائب الرئيس أنت في جلسة 1/11 كنت رئيس جلسة وافتتحت الجلسة، وعلى فكرة هذا المجلس الآن لا ينشر مضابطة لكن ينشر موجزات للقرارات واطلعت عليها، عقدت الجلسة وأنت رئيسة وافتتحتها، وكان أمامك جدول أعمال، وأول أمر أمامك في جدول الأعمال هو تصديق على مضابط الجلسات السابقة، وأنت كنت حاضر في جلسة 16/10 وبعدها جلسة 18/10 وبعدها عقدت جلسة خاصة وجينا في 11/10 أنت الرئيس وافتتحت الجلسة. والقانون ذاته اللي انتقيت منه مادة لتبرير الانتهاكات الدستورية يقرر أنه لكل جلسة تحرر مضبطة. هذا النص أنت فاضلت بين نصين في قانون واحد، كيف فاضلت أنا ما أعلم. إذا كانت حجتك مقنعة للبعض، إذا البعض مقتنع بهذا الكلام أن يطرح مثل هذا السؤال، لماذا نأخذ في المادة 31 ونترك المادة 92 من ذات القانون؟ أنا أعتقد أنه هذا تبرير للمخالفات الدستورية وهروب من المسؤوليات الدستورية.